يا كابتن وليد، عبد الشافي عنده 28 سنة وشيكا 27 سنة، وإيه رأيكم في صلاح سليمان؟ تمام، يعني عبد الشافي أنا أظن إن هو 29 وراح على ممكن 30، نقول لكن لك تاريخه ما فيش بلده مشكلة. بالظبط. اه إيه رأيك في صلاح سليمان؟ لا مش دولي قوي مش دلوقتي يعني، دولي. لسه يعني كان كويس مع الكابتن هاني رمزي، وبعدين حصلت له بيروح اصابه ويجي مع الزمالك، يعني بيروح ويجي. اه يعني انا بص يا كابتن، لازم اتكلم على ناس للمنتخب، اذا كنا هنتكلم بجد على ناس للمنتخب، عنده الدوري فرصه يثبت وجوده، يموت نفسه زي حازم امام كده، يفرض وجوده على المنتخب. مقاوماته الجسمانيه طيبه جدا. انا مثلا بحب هاني سعيد، هاني سعيد الصغير، حاسس انه لعيب كويس، بس برضه عدم الانتظام فرق معاه شويه. فيعني عمرو السوليه، نسيت احط لك اسمه، لعيبه عمرو السوليه ده لعيب هايل. ده انت واحنا يعني قاعدين كده هتلاقي كميه ما انا بقول لك عمرو اسماء السوليه، حط اسمه كمان عمرو السوليه، هتجي لك اسماء كتيره جدا في عندك كابتن. منتخب كويس يا كابتن، كان كويس مع الكابتن هاني رمزي، وبعدين حصلت له بيروح اصابه ويجي مع الزمالك، يعني بيروح ويجي. اه يعني انا بص يا كابتن، لازم اتكلم على ناس للمنتخب، اذا كنا هنتكلم بجد على ناس للمنتخب، عنده الدوري فرصه يثبت وجوده، يموت نفسه زي حازم امام كده، يفرض وجوده على المنتخب. مقاوماته الجسمانيه طيبه جدا. 29 وراح على 30، نقول لك تاريخه ما فيش مشكله. بالظبط. ايه رايك في صلاح سليمان؟ لا مش دولي قوي دلوقتي يعني، لسه يعني يا كابتن وليد، عبد الشافي عنده 28 سنه وشيكا 27 سنه، وايه رايكم في صلاح سليمان؟ تمام، يعني عبد الشافي انا اظن ان هو انا مثلا بحب هاني سعيد، هاني سعيد الصغير، حاسس انه لعيب كويس، بس برضه عدم الانتظام فرق معاه.